قاعد مستثمر كبير الرائع بخصوص احمد رجب لاول تشكيله هذه القاعه. احنا برحيله خسرنا ركيزه اساسيه من ركائز اداره اخبار اليوم، بنتمنى له الرحمه ومصر ولا ان شاء الله. انا بشكر حضراتكم لتشريفكم وبشكر حضراتكم وعميق الشغل، ويعني انا مش عارف اعبر عن قدر امتناني لحضراتكم جميعا، الساده اعضاء اللجنه التحضيريه قعدوا اكثر من 80 ساعه عمل على مدى 6 اسابيع ناقشوا التفاصيل الدقيقه او يكونوا معاك لو التفاصيل الدقيقه في تنظيم هذا المؤتمر. ايضا الساده مدير الجلسات كان معظمهم اعضاء في اللجنه التحضيريه وشاركوا بجهدهم في تنظيم النقاش وفي توجيه مساره بحيث يجب ان يتوجه. بشكر الساده الوزراء والساده المستثمرين رجال الاعمال المصريين من مختلف الاجيال والمستثمرين العرب، بشكر خبراء الاقتصاديين وخبراء الاعمال وكل مجتمع الاعمال المصري على دوره وتقدم بشكل خاص لشركاء نجاح مساهمتهم في هذا المؤتمر قبل ما تظهر الملف قدامهم كان ده نوع من الايمان المباشر برساله المؤتمر. شكر خاص لفندق الناس الحقيقه كنا لسه بنتكلم قبل اللقاء واستعدنا ان احد اهم عناصر نجاح المؤتمر هو الاحفاد في هذا المكان. قدرنا ننظم فيه المؤتمر من قبل ان كان اخطاء متوقفين يعني ما تكونش في اخطاء، لكن بفضل هذا المكان تمكنا من تقليل اخطاء على اقل قدر ممكن. كانت صورة الافتتاح والختام من اعقاب الجلسات ذات جلسات النقاش متوازية بشكل منظم. الحقيقة بنشكر الدكتور محمد المنيب ونشكر الأخ الوليد اللي شرفنا. أسرة أخبار اليوم طبعا كلها عمال وإداريين وصحفيين بنتقدم بيكم خالص شكر على جهودهم. وفي ناس وصلت العمل ليل نهار في هذا المؤتمر. الحقيقة حضراتكم لابسين يمكن لحد بكره مثلا الكتاب الكبار في غير قصه تحرير الاخبار تاتيك بكره على مؤتمر من حساب الجامعه والعلماء. لسه صدر مؤتمر مستمر. احنا رفعنا زي ما وعدنا في رساله المؤتمر خلينا نقول القرارات ذات اتفاقها الاستاذ رئيس الجمهوريه تلقاها وحضرته مطالعها وكان متابع جلسات المؤتمر كان طبق او ثاني او ادنى من كل الجلسه الختاميه اللي هو الظروف يعني مقدرها. ايضا في نوع من الحركه يعني استاذ رئيس الوزراء اول امبارح كنت بتكلم معاه مهتم بمساله تنفيذ المقررات احنا 70 في دور روماني الحقيقه ان هو مؤتمر متابع علينا ما بقاش المؤتمر بتطرح فيه سياسات لاول مره او افكار لا دلوقتي شريحة أو شريحتين من قرارات المؤتمر وبنناقشهم والحقيقة مش في حد ذاته في جديد. إحنا عندنا زي ما قال الأستاذ محمد الهواري الأمانة الدايمة للمؤتمر اللي فيها 10 من المسلسل المقابل من 8 من أعضاء اللجنة التحضيرية ومحضري المؤتمر ده جزئين من السادة الوزراء وزير التخطيط ووزير الاستثمار وهتنعقد إن شاء الله يوم السبت وهتنظم آلية دورية انعقادها. قد يكون هناك ترتيب للقاء مع السادة رئيس الجمهورية، احنا بنتمنى انه يبقى لقاء اوسع شوية ما يبقاش لقاء يعني مجرد نتكلم على توصياتها وأهميتها. بنتمنى ان شاء الله ان يعني يساعدنا الحظ وان يتم هذا اللقاء. في كل الاحوال احنا عندنا 30 يوم يعني المفروض انه يظهر فيهم اول نتائج لهذا المؤتمر فيما يتعلق بالتشريعات وفيما يتعلق بالاجراءات. وفي عندنا حتى اقصى مدى 31 ديسمبر المقبل وحتى لو التخطيط هو بيتكلم معانا قالوا طيبونا في 10 مثلا 10 نقط انجزنا منهم 10 هناخد 10 على 10 انجزنا 8 هناخد 8 ما انجزناش حاجه يبقى صفر على 10 وما نستحقش ان احنا نستمر. الحقيقه دي شجاعه منه.
احنا في اخبار اليوم من جانبنا مش هنسيبه في الطبعه. في مسائل اخرى زي ما طرح مقتدى الاخبار اللي حضروا من حضرات مقتدى الاخبار للحوار، النقاش ادى لمؤتمر اخبار اليوم الاقتصادي، فنقاش مؤتمر اخبار اليوم الاقتصادي هيؤدي لسلسله من الندوات خاصه بقطاعات معينه وصناعات معينه. يعني مثلا ممكن يبقى في مقتدى خاص مثلا في صناعه الغاز والنسيج، في صناعه الدواء، بالصناعات الهندسيه، بتجاره الخدمات، وباي موضوع احنا بنتابعها ونركز على كل قطاع بعيد عن المشاكل. بعض القطاعات فيها خصوصيه على القطاعات، واذا كنا عايزين ننجح واحنا مصرين على النجاح، اذا كنا عايزين ننجح لابد من المتابعه ولابد من الاصرار. يعني لازم ان احنا نحافظ على المومنتم، على قوه الدفع. وإذا كانت في إرادة سياسية موجودة ف يعني التركيز المستمر والإصرار المستمر يؤدي لنتائج أفضل، لأن ممكن حاجات اللي إحنا بنعملها تبقى عايزة التجربة من خلال النقاش الأوسع لبعض التعديلات. أنا طبعاً شرفني هي هدية بسيطة، إنها أغلى حاجة على فكرة اللي هي درع أخبار اليوم، بقدمه للرسالة كتير جلساته أعضاء اللجنة التحضيرية والسادة شركاء النجاح والمؤسسين. اسمحوا لي نبدأ في البداية بالرسالة مدير الجلسات المشاركين دكتور هاني سرير. الأستاذ محمود عبد اللطيف. الدكتور سامي عبد العزيز. الدكتور طارق حكي. الدكتور شريف الجوالي. الدكتور أسامة عقيل. الدكتور نادر رياض. المهندس علاء فهمي. الأستاذ أكرم جناوي. الأستاذ علاء سالم. الأستاذ أيمن غرة.
مهندس فتح الله فوزي. المقدم وليد سالم. الدكتور شريف الجبلي ويتسلمها نيابة عنه الأستاذ حسن محمد حسين. طبعا الدكتور خالد توفيق والأستاذ أحمد الوكيل اعتذروا واستقروا من الخارج. لسه الأستاذة شركاء النجاح الدكتور هشام عكاشة الأستاذ محمد بركات اعتذر وضيف طبعا مليون وماني الأستاذ فتحي الشبالي الأستاذ محمد أبو العينين يتسلمها نيابة عنه الأستاذ معتز البطال. دكتور حسن فهمي السفير ناصر حمدي يتسلمها نيابة عنه الأستاذ أشرف حسن عندنا مهندس إبراهيم العربي والدكتور حسن راشد والدكتور أحمد بدران وتسلمها نيابة عنهم الدكتور هادي سرير الدين. معانا بقى الأستاذ معين سعودي وهيحصل سلم عن دكتور أحمد هيكل اعتذر بسفره المهندس حسام حسن اعتذر مهندس نجيب توفيق مستر سافر وتتكلم عن نيابة عنه المهندس سافر المهدي. الأستاذ حسام الشاعر الأستاذ حسام الشاعر مهندس صفوان سابق ويتسلمها نيابة عنه مهندس هشام زكي. الأستاذ منصور عامر. الأستاذ محمود فضلات عمران. مهندس أحمد أبو هشيمة ويتسلمها نيابة عنه الأستاذ محمود الضبط. الأستاذ محمد فاروق خليل وتتكلم عن نيابة عن قيادته الأستاذ معتصم راشد. الأستاذ سيد فتحي وتتكلم عن نيابة عن عمه الأستاذ محمد جمال. الدكتور محمد يوسف
الدكتور عادل موسى وتسلم نيابة عنه الأستاذ سيد ناصر. الدكتور سعيد دار. الدكتور مصطفى الحيوان وتسلم نيابة عنه الأستاذ محمود إبراهيم. الأستاذ عمر صبور. الدكتور وليد هلال. المهندس عماد غالي. الأستاذ أيمن صبري. المهندس فضيل سليم حسنين.